يلا خفية، شو صار لي؟ ايه شو اركض يعني؟ ماشي. استغفر الله العظيم. يلا سوكا. احكي معه عادي، يعني ما تحسسيه بشي. ها فهمتي؟ ايه فهمت. الو، مرحبا عادل، كيفك؟ شو ما عرفتني؟ لا هيك بدي ازعل. انا ربا. مين ربا؟ هيك بدي ازعل كتير. انا ربا مرت سامر. ما حلك تنسى صوتي. سكر بوشي. طبعا بده يسكر بوشك. انا هيك قلت لك تقولي. ليش كيف حكيت؟ شرف، صار لي ساعة عم بشرح لها شلون تحكي ولا بتلي شلون حكيت. هلا روق، شو بنا؟ بجوز الزلمة مرته جنبه سكر الخط. لا حبيبي، حسبت هالحساب، مشان هيك وعدته بالقهوة حتى اضمن انه يكون لحاله. ليك عم يدق، ان شاء الله ما يكون اشتغل. الو، اهلين عادل. لا والله ما ادري شو صار لي، اكلت اكله ما بعرف شو هي، تلبك معوي وسهال واستفراغ طول الوقت. الله يسلمك. لا بس ما حبيت اشغل لك بالك، وقلت اذا بدي اقول لك بجوز تزعل. طيب خلص، بشوفك بعدين. الله معك، مع السلامه. كانه ما جاب لك سيره. ما جاب. طبيعي هذا الشيء، يعني المفروض بهذا الوضع يقول لك انه ربح حكيت معه. ولا بدخيلك انت وتحليلاتك. روح على المطبخ جيب لنينة. روح ولك روح. خيش ربي شفه. لا شكرا ما بدي. شو عم قلك مشان تستهجي؟ شربي لقلك شربي مشان تفهمي علي شو بدي احكي. شربي. شرف، شو قصته صاحبك معصب؟ ما في شيء، هو هيك. المهم انت سايري. حاضر. وسام لك تعال. لا انا صفيان معي مصاري. ولك حاجه سلبي، مسك تعمل لي عزه نفس، مسك خلص. البنت مستحيه بوجودك. كيف ما غياب انت الله يخليه. لك ليش عم تزوي يا ابن الحلال؟ خلص حلني. يلا روح سامو، روح. يرضى عليك. الله معك. الله معك. الله معك. بدك تفسنا؟ روح. اكيد بتتخوفي.